بمناسبة الكلام على الجهاز الفني، وقبل ما اتكلم على الأهداف من المشاركة في بطولة أمم أوروبا أو بطولة الأمم الأوروبية، خليني أسألك عن عودة النجم الفرنسي تييري هنري مرة تانية للجهاز الفني. إيه هي أهم الأسباب اللي دعت لده، وإزاي ممكن تشوف بصمته في خلال الفترة اللي قضاها مع المنتخب البلجيكي؟ حسنا، عودة النجم تيري هنري هي نوعا ما مفاجأة لي. لا أحد توقع هذه العودة، لأنه غادر منذ سنتين الفريق القومي وقام بتدريب فريق موناكو الفرنسي. لم تكن فترة ناجحة بالنسبة له، لأنه استمر فقط لمدة 6 أشهر، أن بعد ذلك رحل للتدريب في الدوري الأمريكي. هو قرر التوقف فجأة عن وظيفته كمدير فني رئيسي للفرق، وقرر العودة مع روبرتو مارتينيز لأنه بالفعل لديه خبرة عريضة مع الفريق البلجيكي، مع المنتخب البلجيكي، ولديه علاقة جيدة مع اللاعبين. فبالتالي اللاعبين تحترم خبرته والكارير والمسيرة الرائعة لتيري هنري. فبالتالي هو من الممكن أن يكون مفيدا جدا نظرا لخبرته الواسعة. اثنين من أكثر النجوم المحبوبين يمكن لعشاء الكرة بشكل عام في العالم هم من نجوم بلجيكا، كيفن دي بروين نجم مان سيتي، وإيدن هازارد نجم الريال وتشيلسي طبعا سابقا. يهمني أتكلم معاك عن مدى جاهزيتهم، وخصوصا دي بروين اللي تعرض لإصابة في نهاية تشامبيونز ليج، ومدى جاهزيته للمشاركة مع منتخب بلجيكا في أمم أوروبا. لسوء الحظ كان لديه إصابة شديدة في النهائي. هي ليست إصابة خطيرة، لكن مزعجة بالطبع. فبالتالي أنت محتاج اللاعبين على أتم الاستعداد في الأسبوعين القادمين في البطولة، فهذا ليس مضمونا لأنه سيكون جاهزا بنسبة 100%. وبالتالي سيكون من الصعب اللحاق بالمباراة الأولى. من المحتمل أن يشارك في المباراة الثانية، ليس من بداية البطولة كذلك إيدن هازارد، لكن أنا متأكد أن عقلية اللاعب أنه سيرحب بهذا القرار، لأن إيدن هازارد كان الفترة الماضية لديه العديد من الصعوبات مع نادي ريال مدريد. لذلك ممكن الإصابات التي لحقت بإيدن هازارد تكون عائقا، ولكن هذا لن يؤثر عليه، ربما يؤثر قليلا على تفكيره في البطولة، لكن يجب عليه أن يركز، وخصوصا أن إيدن هازارد لعب الأسبوع الماضي لمدة 10 دقائق. فبالتالي كان موقف صعب على إيدن هازارد كنجم، كإيدن هازارد المشاركة فقط لمدة 10 دقائق، لكننا كلنا على ثقة أنه سيكون مستعدا للبطولة إن شاء الله.